إذن بالمرة اللي فاتت استطعنا أنه نضم بعض القرويين إلى صفنا. أوكي مو دول القرويين، تمام دول القرويين. وبدأنا بتدريبهم تدريب قاسي، أنا وعبسي ودعبول، حتى ننفذ خطة وضعناها. وبالتأكيد فشلت الخطة مالتنا، وزعيم الأندرمان قبض علينا وأخذنا المكان، ورانا أنه القرويين يسوون اختبارات سرية على الناس، لذلك هم أشرار، وطلب من عندنا أنه نساعده حتى نحصل على العصا السحرية مال زعيم القرويين. وفعلا اتبعنا مكان زعيم القرويين إلى أن وصلنا البوابتين، ولازم نختار واحدة منهم، وهذا اللي صار. إذن قررنا أنا وعبسي ودعبوه شباب أنه نختار البوابة الزرقاء. يلا شباب انطلق عبوسي انطلق دعبول، خلونا نشوف المصيبة اللي راح تكون أور هاي البوابة الزرقاء. إحنا وين عبسي؟ دعبول شنو هذا المكان؟ مكان شكله غريب. إذا تقدمت خطوة إلى الأمام ستوقظ الحراس. من الافضل ان تعود. شنو ذول الحراس؟ اذا كل اللي لازم نسويه عبوس ودعبول انه ابد ما ندخل الجو، لانه يقول لك لا تتقدم الى الامام. عبسي دعبول شباب، عبسي دعبول، ولكم هرباب صغبين، ولكم سويتمون كاتبين، لا تتقدمون الى الامام، ولكم تردون تموتوني، تردون تموتوني، ولكم شباب هرباب، مع الموت مع الموت والله مع الموت. شباب عبوسي دعبول كافي كافي، ما دايل يحقونه، ولكم ما دايل عبسي دعبول شباب كافي، ما دايل يحقونه، بطلوا يلحقونه، بطلوا يلحقونه، الظاهر هم بس يحمون هاي المنطقه. اذا اعتقد لازم ننتظر الليل شباب ونهجم عليهم، او مو نهجم عليهم بالاحرى نفوت نحاول انه نسرق العصا السحريه من ينامون. اوكي شباب خلينا ننتظر الليل. اوكي عبوس دعبول اجى الليل، تعالوا تعالوا جيش الايرون جولم شكله لايم هذا، يلا تعالوا بسرعه بسرعه. بس شباب دير بالكم ما اريد ابد احد يطلع صوت، اذا طلعنا اي صوت ممكن ذولا كلهم يصحون ويقتلونه وتنتهي القصة شباب، لذلك تعالوا تعالوا شباب يلا بسرعة بسرعة، لا حيطلع صوت. عبوسي عبوسي وين؟ يا عبوسي زين، تعالوا تعالوا شباب تعالوا بسرعة، لازم ناخذ ياتي العصا السحرية، تعالوا خلنا ناخذها شباب. اخذتها اخذتها، يلا يلا هربوا هربوا هربوا، ولك هرب ولك عم تصرخ من تسوي تعبول، هربوا لكم هربوا قبل لا يسحون ويشوفونه ولو يجي الزعيم ويقتلونه. وحصلنا على العصا، خلونا ننطلق شباب يلا بسرعة. اوكي شباب اذا العصا صارت عندنا، شلون نستدعي هذا الاندر مان ونقول له زعيم الاندر مان، نستدعيه ونقول له انه زعيم زعيم الاندرمان؟ لازم تثبت براءة عبسي حتى تعطيك العصا، ما تعطيك يا رأسا. لا اثبت براءة عبسي من قتل الايرون جولم وتعطيك العصا. راح تخطف عبسي ودعبول. لا عبسي دعبول خطفهم زعيم الاندرمان. هسه ايش راح اسوي انا؟ شلون راح ارجع عبسي ودعبول؟ لا خطفهم، والله شكله هذا هم طلع شرير. عبسي دعبول وين وداكم هذا الشرير؟ وين وداكم؟ اذا يبدو انه ما عندي حل ثاني غير انه انا اسال هذا الزعيم الخبل عن مكان. زعيم سيادة الزعيم ممكن دقيقة من وقتك، بس عندي سؤال مهم. نعم نعم سيادة الزعيم، شكرا لك لأنه قاعد تطيني من وقتك الثمين، والله زعيم أسطوري والله توانا ضابطك. زعيم هذا لندر ما خطف عبسي ودعبول، تعرف وين مقرهم؟ بس دليني على مقرهم حتى أروح أخلصهم، لأن من كنا نقاتلهم خطفوا عبسي ودعبول. مقرهم وين؟ بالجبال البعيدة؟ هذيك الجبال بعيدة بصفنا الجبال. أوكي بس ما حد يتجرأ ويروح على مقر لندرمان لانهم يقتلون اي واحد يوصل لهناك، لذلك حظا سعيدا انه ترجع عبسي ودعبول. شكلي راح اموت. اوكي عبسي ودعبول حتى لو الموضوع بيموت انا راح اعوفكم، قصدي احم راح انقذكم، راح انقذكم عبوس ودعبول الاساطير، مستحيل اعوفكم عند الاندرمان، جايكم يا اساطير. اذا يبدو انه هو هذا الجبل نفسه اللي دلاني عليه هذا الزعيم، بس ما ادري ماكو اي شيء لحد الان دليل على انه عبسي ودعبول هنا. اكو باب هناك، ممكن تكون هاي الباب مدخل المقر الاندرمان، ممكن او ممكن لا ما ادري، خلينا نكتشف. اوكي فتحت الباب، ما شاء الله والله الاندرمان متطورين. شنو هذا المكان؟ كنا نازله منه زين، اكو بلوكة سلايم، نط ونشوف شكو. يا الله يا رب يا ستار، شنو هاي صعدنا يا ستار، اجعلنا صعدنا يا ستار. شكو اخوان شكو يا ستار، يا رب يا ستار. السلام عليكم اخوان، اخوان الاندرمانيه اخونا، السلام عليكم سعيد لندر، زعيم لندر مال اخويا، شنو المكان الشباب؟ نعم دعبول عبوسي سيد زعيم الاندرمان، اترجاك اعطيني دقيقة بس من وقتك، دقيقة بس من وقتك، لازم احكي وياك بموضوع مهم. دقيقة من وقتك بس، دقيقة من وقتك، شكرا لك سيد، والله عرفت ان انت اهبل. المهم عبسي ودعبول ما لهم اي علاقة، والله احنا مجرد انه عبسي اول ما نزلنا بقرية القرويين اكو ايرون جولم مات واتهموه بقتله، احنا بس نبي نثبت براءته، وجينا لهاي القرية بالغلط، عبالنا هنا اكو ناس ممكن نحررهم، فارجوك ساعدني.
ساعدني أرجوك وأطلق سراحهم. ها؟ ما تطلق سراحهم إلا إذا أعطيتك الصولجان هذا العصا؟ بس 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 أنا ما راح أعطيك العصا لأن أنت شكلك مخادع، باوع شلون عبس ودعبول سويت بيهم. ما خليك ورا، إذا تقترب مني أذب الصولجان باللافة، أذب العصا باللافة. خليك ورا ولا تقترب مني، لا تقترب مني، راح اذبها باللافة، والله اذبها باللافة، لا اذبها باللافة والله. يبدو ان هالكلام ما يفيد وياك، ما راح تطلق صراحة عبس ودعبول. روح ورا الصولجان مالتك، روح ورا، روح ورا. شنو هاي؟ شو لندر مانيا كلهم اختفوا؟ اقوله لانه هذا راح باللافة ذولا كلهم قتلتهم اني. نعم عادة عبسي ما يقتل الناس، ولكن يبدو انه هذا الصولجان ولا الاندرمانية كانت متعلقين بي او ما ادري. عبوس دعبول راح انقذكم يا اساطير، يلا يا اساطير حان وقت العودة الى القرية التعبانة. يلا عبوسي دعبول يلا خلنا نرجع للقرية ونبشر القرويين احنا تخلصنا من دول الاندرمان الاشرار. و اشناي الباب اللي جينا منه لهذا المكان متحطم؟ هاي يبدو انه الباب هم متعلقة بهذا الصولجان او العصا. وين القرويين اللي كانوا متجمدين هنا؟ معقولة من دمرنا العصا كل شيء بجاء لحالته الطبيعية؟ ماكو ولا قروي هنا. غريب والله، كان هنا أكثر من 1000 قروي، ما أدري وين راحوا. تعالوا أكيد أعتقد سكان القرية عندهم خبر عن هذا الموضوع. شنو بده يصير هنا بالضبط؟ ما أدري. شنو هاي؟ تتذكرون عبوس دعبول؟ مو كانت هنا هاي العلامة اللي إنه هاي القرية ملك للزعيم؟ معقولة شالوا علامة القرويين؟ زي وين القرويين؟ ممكن نروح ونلقاهم بالمكان مال التدريبات. تعالوا خلينا نروح لمكان التدريبات، ممكن نلقى قرويين يجاوبون على اسئلتنا. عبوس ودعبول تعالوا خلينا نشوف اللافته اللي تقول انه الزعيم مسيطر على هذا المعسكر ما موجوده. عجيب، والزعيم ما موجود على الكرسي مالته. وين راح الزعيم؟ اكو هواي قرويين هنا. عبسي دعبول تعالوا خلينا نشوف ذول القرويين ايش يسوون. السلام عليكم اخوان. سجني للزعيم؟ هذا القروي يقول ورا ما انكسرت العصا السحريه الزعيم فقد قوته وقام ما يسيطر علينا ورجعنا طبيعتنا ورجعنا طيبين، وجيش الايرون جولم كله رجع ما يشتغل، لذلك هذا الزعيم اصبح ضعيف وراح يبقى هنا محجوز الى الابد. جيد والله شباب، شكلنا انقذناهم. جيد زين اخويا يا قروي، احنا نريد بوابه نرجع بها للمكان مالتنا، يعني لان البوابه اللي جينا بها انكسرت، فاذا احد عنده فكره عن هذا الموضوع شلون راح نرجع البوابه مالتنا؟ احنا لان انتهت مهمتنا. ها؟ الزعيم يقول انا ممكن ادليكم على مكان بيه بوابات ترجعون للمكان اللي جيتوا منه. اوكي ممكن انه نستعيره منكم هذا شويه يروح يدلينا على البوابات وراح ارجع لكم اياه احطوه بالسجن. اذا يبدو انه الزعيم او الزعيم السابق جابنا الى هذا المكان. يقول تعالوا بنا انا راح تلقون البوابه اللي ترجعكم. تعالوا عبوس دعبول تعالوا. واكو نطه دربالكم شباب من تنطون. انا راح نموت كنا. يا رب عليك يا الله. شنو هاي؟ نطيت للفضاء اني. يا رب. اوكي. هذا شنو هذا المكان؟ شنو هالبوابات؟ الزعيم السابق يقول اهلا بكم في بلد المئة بوابة. زين لا مستحيل، لا يا مئة بوابة يا مسخم ولك، هاي شنو هالبوابات؟ اول مرة بحياتي اشوف هلقد كمية من البوابات. عبوسي ده اشوف كمية البوابات عبوسي. زين شنو هاي يا بوابة؟ من ذني البوابات راح ترجعنا للمكان اللي يجينا منه؟ يا بوابة راح ترجعنا والله ما ادري، بس بوابات كلش هواية، اكثر من 100 بوابة. كان المفروض يغيبون الاسم يسموها مكان الالف بوابة. ايش راح نسوي هسه بهاي المصيبة؟ حتى مو مال نسأل احد. ما ادري. عبوسي دعبول لازم نلقى حل لهاي المشكلة. عبوسي دعبول عندنا مشكلة شباب، اجتماع طارئ شباب، اكو مشكلة حرفيا، اكو هنا مليون بوابة، ما ادري اي بوابه ممكن ترجعنا للبيت، وما اعتقد نقدر نخاطر ناخذ اي بوابه، لذلك ايش بي هذا؟ هذا يقول خلوني انا اساعدكم وادليلكم على البوابه اللي ممكن ترجعكم لعالمكم، ولكن بشرط. شنو ابقى بشرط علينا هذا؟ شنو الشرط؟ ارجوكم اخذوني وياكم، ما اريد ابقى هنا انا محبوس بالسجن للابد، واوعدكم انه اصير طيب واشتغل عندكم الى الابد بدون مقابل. بس اخذوني وياكم وادلكم على البوابه. اذا هذا يقول انه ممكن يدلينا على البوابه، بس لازم نبقي ويانا يشتغل عندنا، بس ناخذه ويانا وما يرجع للسجن. الوضع محير ولكن ما ادري نثق فيه
او ما نثق فيه. اذا نعتقد وصلنا للسؤال المهم. لذلك متابعيني كتبوا لنا بالتعليقات شباب، ساعدونا انا وعبس ودعبول، هل لازم نثق بهذا الزعيم حتى يدلينا على البوابة الحقيقية، ولازم ما نثق فيه؟ كتبوا لنا نثق فيه او ما نثق فيه بالكومنتات.